وللحديث أكثر عن انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين ومحاولات إعادة تدويره على الرغم من جرائمه بحق المدنيين أيضا، ينضم إلينا الأستاذ صالح فاضل متخصص بالشأن السوري عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا. حياكم الله أخي الكريم، حياكم الله. سيد صالح، الأمم المتحدة تحذر من استمرار ما وصفتها بالأعمال العدائية على يد النظام تجاه المدنيين، ما هدف النظام من الاستمرار في قصف المدنيين؟ النظام السوري وبدعم من روسيا وإيران وبعض دول النظام الإقليمي والدولي يحاول أن يفرض سلطته على ما تبقى أو على البقية الباقية من الأراضي السورية المحررة في محافظة إدلب ودرع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وهذه هي محاولات يائسة لأنه بالتعاون مع تلك الدول يريد أن يفرض نفسه على الجامعة العربية وعلى الأمم المتحدة وعلى الدول بأنه حاكم شرعي بعد أن أجمعت الكثير من الدول على فقدانه للشرعية، لأن حاكما يقتل 1.5 مليون من شعبه ويهجر أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لا يمكن لأي قوى دولية أن تعيد شرعيته أو ما يسمى بمحاولات تدويره وإعادة إخراجه من جديد ليكون عضوا فاعلا في النظام الدولي. كما تابعت معنا مجلة نيوز ويك قالت في تقرير لها إن بشار الأسد قد يلجأ للتطبيع مع الكيان الصهيوني لإنقاذ نظامه، هل تتوقع أن يقدم النظام السوري على هذه الخطوة وهو يصدر نفسه كأحد دول الممانعة والمقاومة؟ النظام السوري يفعل كل شيء في سبيل أن يبقى، ولكن هيهات هيهات. فهو يعني لو عدنا إلى الوراء قليلا فهو باع سوريا بالكامل لإيران وروسيا وبقي هو لا يملك شيئا. أما مسألة عودته أو من خلال النافذة الإسرائيلية، لأن الكثيرين يظنون أو يعتقدون أن الطريق إلى واشنطن يمر عبر تل أبيب، هذا إن كان صحيحا فهذا ليس في حالة بشار الأسد، لأن إسرائيل كدولة هي تسوق نفسها على أنها دولة ديمقراطية وبالتالي أنها تعادي المجرمين. إسرائيل نفسها لا تستطيع بناء علاقات قوية من جديد، علاقات هي من أقوى ما يكون أصلا مع بشار الأسد، حارس حدودها الأمين الذي يمنع أي عمل مسلح عبر الحدود السورية وعبر حتى الحدود اللبنانية، لكن يعني إسرائيل نفسها عاجزة عن أن تعيد بشار الأسد إلى النطاق الدولي، ولكن كل هذه المفاوضات التي تتم من وراء الكواليس ومنها ما هو معلن، لأن هناك بعض المنظومات العربية الإقليمية التي أعادت العلاقات مع إسرائيل وأعادت جزء منها أعاد العلاقات مع النظام السوري، فيظن بشار الأسد ويظن هؤلاء، وهذا غباء سياسي كبير، إذا ظن الأسد أو ظن غيره أن هذه المحاولات ستكون ناجحة في إعادة المجرم الأسد إلى المنظومة الدولية كحاكم شرعي للشعب السوري. أستاذ صالح، هولندا في موضوع آخر لديها نية برفع دعوى ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، هل سيقبل المجتمع الدولي يعني متهم أمام محكمة العدل الدولية كشريك دولي يمكن الاعتماد عليه؟ والله هذه قضايا قانونية، هذه قضايا قانونية يعني الدول هي تفهمها، ولكن نعم جرائم الحرب حتى الأفراد العاديين يستطيعون أن يقيموا هذه الدعوات في المحاكم في عدة دول، وقد وجدنا أن عدد من المحامين السوريين جزاهم الله خير في ألمانيا قد قاموا دعوة على مجرمي الأسد هناك وتم جلبهم للمحاكم الألمانية. أما بقضية بشار الأسد فمجرد محاكمته حتى لو كانت غيابية فهي فضيحة كبرى أمام الرأي العام العالمي، وأقصد هنا الشعوب الأوروبية والشعوب في الولايات المتحدة، الشعوب الغربية طبعا لا ترضى لأن يكون مجرما بمستوى بشار الأسد حاكما على سوريا، لكن معظمها مغيبة، لكن الدول عندما تريد تغيير هكذا نظام أو عمل شيء فإنها
تجهز الرأي العام من خلال منظمات حقوق الإنسان، من خلال محاكمات دولية وغير ذلك، لأنه تجهيز لإسقاط هذا النظام المجرم. وربما أن الحالة الإنسانية في هذه الدولة قد ارتفعت وتيرتها عبر الأنشطة التي تقوم فيها يقوم فيها المواطنون السوريون هناك والمواطنون العرب ودعاة حقوق الإنسان الحقيقيين. نعم. فجهزت الرأي العام في تلك الدولة للقيام بمثل هكذا عمل. شكرا لك الأستاذ صالح فاضل، متخصص في الشأن السوري.